تخطى عدد المستخدمين لتطبيق توكلنا حاجز 7 ملايين مستخدم حتى الآن في رقم يعد قياسي، ثم تحقيقه في فترة وجيزة منذ انطلاق التطبيق قبل 4 أشهر، وتزامنا مع وصول عدد مستخدمي توكلنا إلى هذا الرقم أضاف التطبيق 3 خصائص جديدة تتمثل في خدمة الوضع الحذر وخاصية إدارة التجمعات الآمنة ورعاية التابعين، حيث أن الأخيرة تمكن الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون سن 15.